بسم الله الرحمن الرحيم. بناتي وابنائي الاعزاء، اهلا بيكم مع محاضره جديده من سلسله محاضراتنا في المقرر الهيستولوجي والجينيتك. هنبدا النهارده محاضره جلديه، ويا بخت اللي هياخد فيكم جلديه، او يا بخت اللي هتاخد فيكم جلديه. محظوظ طبعا او محظوظه، لان تخصص جلديه من التخصصات اللذيذه جدا والرائعه قوي 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 قوي. فان شاء الله نبدا مع بعض النهارده نعرف يعني ايه سكن. هناخد علشان ناخد المحاضره ناخد الاول فكره عن السيل جانكشن، لان السيل جانكشن بتهمنا قوي قوي في السكن، وطبعا قلناها قبل كده لكن هنكررها مره ثانيه. وبعدين نتكلم على الستراكشر اوف سكن، ابيديرمس وديرمس وهايبوديرمس. وبعدين نتكلم عن التايبز اوف سكن، سين سكن وسيك سكن. السيل بولاريتي او الابيثيليال بولاريتي، لان طبعا السكن ده نوع من انواع، ده واحد من الاورجنز اللي بيبان فيها الابيثيليوم. عندنا فيه في الابيثيليوم حاجه اسمها الابيثيليال بولاريتي او السيل بولاريتي، وقلنا اللي بيدينا الحق في اننا نحكم في ان احنا نحكم على الخليه دي بان ليها ايبكس وبيز ولاترال سيرفيسز هو وجود البيزمنت تمبرين. في غياب البيزمنت تمبرين مفيش سيل بولاريتي، وبالتالي في موديفيكيشنز ممكن تحصل في الايبكس، وفي موديفيكيشنز ممكن تحصل في البيز، وفي موديفيكيشن ممكن تحصل في اللاترال سيرفيسز. اللي يهمنا النهارده الموديفيكيشنز اللي بتحصل في اللاترال سيرفيسز اللي هي السيل جانكشن. احنا قلنا قبل كده ان السيل جانكشنز ثلاث انواع، في اوكلودنج جانكشن، في ادهيرنج جانكشن، في كوميونيكيتنج جانكشن. الاوكلودنج جانكشن دي هنشوفها دلوقتي، اللي بتخلي السيل ممبرينز عند المكان اللي فيه الموديفيكيشن بيبقى زيرو. هل السيل جانكشن دي او الموديفيكيشن ده اللي حصل ده بيبقى داير ما يدور الخليه فنسميه زونولا، يبقى ده بنسميه زونولا اوكلودنس، ولا هو يا دوب حتت صغيره كده في السيل ممبرين في شكل باتشز فنسميه فاشيا اوكلودنس. يبقى انا عندي نوعين من الاوكلودنج جانكشن، في زونولا اوكلودنس وفي فاشيا اوكلودنس. ده على النقيض من ان السيل ممبرين يفضل محافظ على الانترسيلر سبيس عند المكان اوف موديفيكيشن، عند السايت اوف ذا موديفيكيشن ده، ويحافظ عليه او يحافظ على السبيس 20 نانومتر. ده بسميه ايه؟ بسميه ادهيرنج جانكشن، واسميه زونولا امتى؟ لو كان داير ما يدور الخليه، اما لو كان مجرد باتشز حوالين الخليه فبسميه فاشيا ادهيرنس. الموليكولار ستراكشر بتاع الادهيرنج جانكشن يهمني جدا في السكن. ابص، لو ابص على الموليكولار ستراكشر بتاع الادهيرنج جانكشن الاقي فيه ثلاث حاجات مهمين. الحاجه الاولانيه بسميها الانترسيلر الكترون دنس ماتيريال، ما بين الخليتين عند المكان بتاع الجانكشن ما بين الخليتين بيتخلق بروتين جديد بسميه انترسيلر، يعني ما بين الخليتين. كمان السيل ممبرين عند المكان بتاع الجانكشن ده بيحصل فيه موديفيكيشن، يتحول لبليك، يعني حته غامقه او حته ناشفه شويه بسميها بليك. كمان في جوه الخليه في السيتوسكيلتون بتاع الخليه زي ما هناخد في المحاضره في محاضرات الخليه، في عندنا حاجه اسمها سيتوسكيلتون او سين فيلامنتس. هذه السين فيلامنتس بتساعد السين ممبرين عند المكان ده بتاع الجانكشن ده تزقه ناحيه الخليه الثانيه. يبقى اذا الجانكشن الحقيقي عندي هو الكتروماجنتيك جانكشن، مفيش تداخل ما بين التو سيلز حقيقي غير بالانترسيلولار دينس ماتيريال. هي دي الانترسيلولار دينس ماتيريال، وده البليك اللي كنت بكلمكم عنه، ودي السين فيلمنتس اللي بتساعد في تكوين الادهيرنج جانكشن. لكن في صوره ثانيه الادهيرنج جانكشن اللي متكرره معايا في السكن دي اللي بسميها الديسموسومز او الماكولا. زي ما انت شايف دي عباره عن سبوتس بتلحم الخليتين في بعض بوجود الانترسيلولار سبستنس اللي انا لسه مكلمكم عليها من شويه. يبقى ده بسميها الماكولا ادهيرنس او الديسموسومز. لو هبص على الالكتروميكروسكوب بتاع الديسموسوم بالشكل ده اللي هو فيه ايه يعني؟ اللي هو فيه الانترسيلولار سبستنس، وبعدين السيل ممبرين هنا بيحصل له سيكنج فبسميه بليك، والفايبرز جوه بتزق من جوه علشان تعمل لي الادهيرنج جانكشن. يبقى ده بسميه كده على بعضيه الديسموسوم. لكن لو نتكلم بقى على السكن حقيقي هنقول ان السكن عباره عن ذا لارجست اورجان في البودي. يبقى اكبر اورجان اشوفه في البودي هو السكن. طبعا هو اللي بيغطي البودي بتاعنا. بيغطيه من ايه؟ بيفصله عن ايه؟ بيفصله عن الاكسترنال انفايرمنت. بيفصل مين؟ ما هو السكن جزء من الاورجنز بتاعته، ده اورجن، لكن هو بيفصل الفايتال اورجنز، الهارت، اللانج، البرين،
كل ده بيبعده عن الاكسترنال انفايرمنت. يبقى لما نقول مان اند انفايرمنت ده التايتل بتاع المديول بتاعنا، يبقى دي اول حاجه او تاني حاجه بعد السيل سايكل تهمنا في القصه دي. يبقى هو كفرز الاندرلاينج سوفت تيشوز. الفري سيرفيس اللي هو يعني لما بص على السكين كده الاقي فيه جروفز، الجروفز اللي بسميها درماتو يعني سكين بالمناسبه، يعني الدرم يعني سكين، درماتو جلاي فيكس. يعني ايه درماتو جلاي فيكس؟ يعني فينجر برينتس. يعني ايه فينجر برينتس؟ البصمات الاصابع. يبقى بصمات الاصابع بيعملها السكين. السكين عباره عن تو ليرز، ابيديرمس وديرمس. هتقول لي بس يا دكتور ده في ناس بيقولوا لنا في لير تانية اسمها هايبوديرمس. لا، الهايبوديرمس ما هوش من الليرز بتاعه السكين، لكن في انتر ديجيتيشن ما بين الديرمس وما بين الهايبوديرمس. الديرمس بيعمل ايفاجينيشن بالشكل ده، بيطلع منه بابيل بالشكل ده وينزل الديرمس الابيديرمس فيه بريدجز بالشكل ده. يبقى انا عندي انتر ديجيتيشن ما بين الابيديرمس وما بين الديرمس. الديرمس هيطلع منه بابيلي بسميها ديرمال بابيلي، الابيديرمس بينزل منه ريدجز بسميها ابيديرمال ريدجز. زي ما احنا شايفين ده الابيديرمس وده الديرمس وده الابيديرمال، دي الديرمال بابيلي طالع فوق اهي، والجروف اللي حصل جواه ده هنسميه ابيديرمال ريدجز. يبقى انا عندي ديرمال بابيلي وابيديرمال ريدجز. وزي ما قلت لكم في لير ثالثه ظهرت هنا اسمها هايبوديرمس، بس انت مش تبعنا يا هايبوديرمس، انت مش تبع السكن، انت بس يعني بتلزق اسم في السكن كده، لقيتي فيه ديرمس فسميتي نفسك هايبوديرمس. لكن بتوع الاناتوم حتى مش بيسموكي هايبوديرمس، بيسموكي سوبرفيشال فاشيا. دي الفكره بتاعت الابيديرمال. لو اعتبرنا البيضه دي هي الديرمال بابيلي، يبقى الطبق البيض هو الابيديرمال جروف. لو اعتبرنا البزابيز اللي طالعه دي هي الابيديرم هي الديرم البابيلي، يبقى الفراغ اللي ما بين الاربع بيضات ده هو الابيديرمال ريدج. ده الانتر ديجيتيشن ما بين الديرمس وما بين الابيديرمس. فوق ده كله هنسميه ابيديرمس، اللي تحت ده كله هنسميه ديرمس. الابيديرمس فيه الابيديرمال ريدجز والديرمس فيه الديرمال بابيلي. طيب ده الابيديرمس وده الديرمس، دي البابيلي وده الريدجز، نفس الكلام. الهايبوديرمس خلاص احنا عرفنا الهايبوديرمس وقصته. لو انا هتكلم عن الابيديرمس بقى اللي هو الموضوع بتاعنا الرئيسي، هلاقي الابيديرمس بيتكون من ايه؟ بيتكون من 4 تايبز اوف سيلز. النوع الاولاني اسمه الكيراتينوسايت، ودي الخلايا المعظم الخلايا اللي انا شايفها دي كيراتينوسايت، اسمها كده اسمها كيراتينوسايت. ليه كيراتينوسايت؟ كيراتينو من كيراتين، يعني هي اللي بتصنع لي الكيراتين، سايت يعني خلية، يبقى هي الخلايا اللي بتصنع لي الكيراتين. ايه هو الكيراتين؟ ما هو اللير اللي بره دي هي اسمها الكيراتين، هو ده الهدف من السكن، ان انا اكون هذا الكيراتين اللي بيحميني، في غيابه هيبقى اسمها ميوكس ممبرين زي من جوه كده، هو نفس الاستراكشر لكن ما حصلش هنا كيراتينيزيشن، فما اقدرش اسميه سكن، امال اسميه ميوكس ممبرين. يبقى ده الفرق ما بين الميوكس ممبرين وما بين السكن، هو ايه؟ الكيراتين. عشان كده هسمي الخلايا دي كيراتينوسايت، لكن الخلايا دي ما اقدرش اسميها كيراتينوسايتس لانها ما بتصنعش كيراتين. يبقى الكيراتينوسايتس دي الخلايا اللي بتصنع لي في الاخر الكيراتين. الميلانوسايت دي الخلايا اللي بتصنع الميلانين، والميلانين هو اللي مسؤول عن لون الجلد. اللانجرهان سيل والميركل سيل هنعرف حكايتهم بالتفصيل لما يجي وقته، لكن الكيراتينوسايت دي بتنتظم في كام لير؟ في 5 ليرز. اللير الاولانيه بنسميها او الاستراتم جيرميناتيفيوم او الجيرمينال سيل لير. اللير اللي بعدها بسميها استراتم سباينوزم، اسم تقيل قوي، خلاص سميها بريكل، بريكل يعني شوك. بريكل سيل لير يعني الخلايا اللي تبدو وكأن طالع منها شوك. اللير اللي بعدها فيها جرانيولز فسميها استراتم، استراتم يعني لير. بتوع السكن دايما بتوع الجلديه يعني غاويين اسامي كده لاتينيه قوي، فبنسميها استراتم جرانيولوزم. جرانيولوزم يعني جرانيولا، جرانيولا يعني حبيبي، فيها حبيبات. استراتم ليوسيدم، ليوسيدم يعني رايق يعني كلير، كلير لير. وبعد كده استراتم كورنيوم، وكورنيوم من الحاجات الناشفه اللي بنسميها الهورني لير. يبقى اذا
الكيراتينوسايت بتنتظم في كام لاير؟ في 5 لايرز. هذه ال 5 لايرز هي عبارة عن رحلة حياة. رحلة حياة يعني ايه؟ يعني اول لاير من السيلز بسميها الجيرمينال سيل لاير، ودي بتبقى كولامنر سيل ويز بيزل اوفال نيوكليا، ريست على البيزمنت امبرين. بتاخد النيوتريشن بتاعتها منين؟ انتوا فاكرين طبعا من الاندرلاين كونكتيف تيشو اللي احنا مسميينه في السكن ديرمس. يبقى الهايبو يبقى الاندرلاين كونكتيف تيشو بتاع الابيثيليوم في السكن هنسميه ايه؟ هنسميه ديرمس. بيعمل نارشمنت لمين؟ بيعمل نارشمنت للابيديرمس. اول لير من السيلز في الابيديرمس بسميها ايه؟ بسميها جيرمينال سيل لير او استراتم جيرميناتيفيوم او استراتم بيزالس او البيزال سيل لير، اي اسم تختاره يريحك ما فيش فيه مشكله، بس تكون عارف بقيه الاسامي عشان لو بتمتحن في الانترناشنال اكزامز دايما يحبوا يجيب اكتر من اسم للحاجه الواحده. يبقى ده البيزمنت امبرين وفوقها البيزال سيل لير. البيزال سيل لير عندها القدره الرهيبه على الانقسام، بتنقسم تحصل زحمه يطلع لير ثانيه. يبقى انا عندي ده الوقت سيمبل ولا ستراتيفايد؟ بقى ستراتيفايد ايبيثيليوم. اللير اللي فوق ده هتاخد نيوتريشن منين؟ هتاخد نيوتريشن من اللير اللي تحتها، واللير اللي تحتها من الاندرلاين كونكتيف تيشو. يا ترى النصيب ده زي نصيب دي؟ اللير دي في النيوتريشن زي نصيب اللير دي، ولا دي اللي فوق دي اقل شويه؟ لا اقل شويه، علشان كده هتبدا الطول بتاعها يقل شويه. كويس. الخلايا بتاعتي اللي هي الجيرمينال سيل لير عندها قدره رهيبه على الانقسام، هيحصل انقسام انقسام انقسام، هيحصل زحمه، هيتكون لير ثالثه من السيلز. الله، ان يبقى السايز بتاعنا هيبدا يقل، يقل، يبقى هتبقى في الاخر عندي مجموعه من اللايرز فوق بعضها، لكن شكلها ايه؟ شكلها كوبويدال سيل. اللير الاولانيه محافظه على طولها اللي هو الكولامنر سيل. يبقى اول لير هتقابلني هي الكولامنر سيل، بعد كده اللايرز من الكوبويدال سيلز. هذه الكوبويدال سيلز هتبدا تاخد اشكال مختلفه تحت الميكروسكوب، اسميها استراتم سباينوزوم، اسميها استراتم جرانيولوزوم، الاثنين عباره عن كوبويدال سيل، خلايا بولي هيدال سيل متعدده الاشكال، يعني عامله زي المسدسيه الشكل او ثمانيه الشكل او مكعبه الشكل، اي شكل يعجبك اختاره. بسميها بولي هيدال سيل او كوبويدال سيلز. ما زالت الخلايا بتنقسم، ما زالت اللايرز بتاعتي بتكتر، اللاير اللي فوق دي بقت ضعيفه جدا في النيوتريشن بتاعتها، فالخلايا يا دوب عايشه بالنيوكليس بتاعتها في شكل فلات سيل، بسميها سكويمس سيل. يبقى السكويمس سيل دي شكلها ايه؟ شكلها فلات سيل. الخلايا بتاعتي ما زالت بتنقسم واللايرز عماله تكتر، يبقى مين اللي هيزيد عندي؟ هيزيد عندي الفلات سيلز. يبقى الفلات سيلز هتبدا تتكون، هتبقى مور ذان 1 لير. يبقى انا عندي كام لير من الكوبويدال سيلز؟ حوالي 10 15 لير من من البولايدرا سيلز او الكوبويدال سيلز، وعندي كمان 10 15 لير من السكويمس سيلز. طبعا دي نصيبهم في النيوتريشن اعلى من دي، ودي اعلى من دي، وهكذا. اخر لير عندي هيحصل لها ايه؟ بص كده هيحصل لها ايه؟ هيحصل لها ديجنريشن، ما عادتش لاقيه نيوتريشن، فهتتحول الى كيراتين. يبقى انا بسميها كيراتين لاير. يبقى انا عندي الابيثيليوم بتكون، عندي الابيديرمس بتكون من ايه؟ اول لاير عندي اللي هي الاستراتم جيرميناتيبيوم، بعد كده لايرز كتيره خالص من البولي هيدرال سيلز، شويه منهم بيبقوا فيهم سباينز او بريكل او سباينز اشواك، يعني بسميها بريكل سيل لاير. اللاير المجموعه من اللايرز اللي فوقيهم بسميهم كده على بعضهم جرانيولوزم، لان مليانين جرانيولز، بسميها جرانيولار سيل لايرز. وبعدين اخر حاجه اللي هي السكويمس سيل دي بيبقى فلات سيلز، فبتبان كلير، فبسميها كلير سيل لير. وبعد كده يجي اللير الاخيره اللي هي الكيراتين لير. قد ايه انت سهل يا سكن. لكن انا عايز اقول لكم ان الرحله الجميله دي اللي حصلت دي، الخليه اللي كانت اسمها استراتم جيرميناتيفيوم هي نفسها الخليه اللي بقت استراتم سباينوزوم، هي نفسها الخليه اللي بقت استراتم جرانيولوزوم، هي نفسها اللي بقت كلير سيل لير، هي نفسها اللي بقت كيراتين. يعني الخليه رايحه في طريقها الى الانتحار او الموت المبرمج اللي يسميه الابوبتوزيس. يبقى الخليه حصل لها ديفرنشيشن، يعني تطورت من جيرمينال سيل لير لسباينوزم لجرانيولوزم لكلير سيل او سكويمس سيل لكيراتين، علشان تكون لي هذا الكيراتين اللي انا محتاجه. يبقى اذا البرنامج ده موجود على الدي ان ايه بتاع الخلايا دي، علشان كده بسمي ده ابوبتوزيس، وده بيمثل حياه الانسان بالمناسبه يعني، وبعض الكتب بتشبهها بحياه الانسان، بيبدا نشيط
وحيوي الشباب وجيرماتيفيوم، وبعدين يبدأ يعجز يكبر يبقى ماتيور انف يبقى سباينوزم وجرانيولوزم، وبعدين يبدأ يعجز يبقى كلير، وفي الاخر يبقى كيراتين ويحصل له شيدنج، علشان تبدأ الحياة من الاول لجديد. وقلنا الكلام ده في السيل سايكل بالمناسبة، يعني علشان كده بنقول قد ايه السيل سايكل بتخدمنا في السكن. يبقى الخلايا في الاخر بتبقى مليانة بالكيراتين، وبعدين في الاخر بتختفي من الحياة. يبقى دي لو بنشوف السكن تحت الميكروسكوب، ايه اللي بيبان تحت الميكروسكوب؟ هيبان الابيديرمس والديرمس. لو ببص على الابيديرمس الاقي الاستراتم بيزالس اللي هي اول لير من السيلز، طبعا انا مش شايف قوي، لكن الاستراتم سباينوزم اللي هي دي، وبعدين الزرقاء الغامقه دي هي الاستراتم جرانيولوزم، ودي اللي هي الهورني سيل لير. الكلير سيل لير هتبان هنا، ممكن ما تبانش، ممكن تبان. شويه تفاصيل شويه تفاصيل. الاستراتم جيرميناتيفيوم ايه دي؟ عباره عن ايه؟ عباره عن سنجل لير من البيزوفيليكولامنر سيل. اوضح حاجه فيها ايه؟ ان هي بتنقسم بشكل رهيب، فلما صورها تحت الميكروسكوب يبان عند الميتوتيك فيجر بالشكل ده، دي الاستراتم جيرمينيتيف. لو ابص بالالكترون ميكروسكوب ايه اللي يهمني؟ هو الديسموسوم اللي شرحناه قبل كده، وفي نص ديسموسوم اللي هو ما بين الخليه وما بين البيزمنت تمبران، عشان اثبت في الارض اللي انا واقف عليها بستخدم الهيمي ديسموسوم، يعني نص ديسموسوم بالشكل ده، يبقى ده نص ديسموسوم. فانا النص الثاني من ما عنديش ايبيثيليال سيل من تحت، لكن عندي كونكتد تيشو من تحت، عشان كده هسمي ده هيمي ديسموسوم. شفنا الكلام ده طبعا بالالكترون ميكروسكوب وعرفناه قبل كده. الاستراتم سباينوزم ده تطور الخلايا لما تنقسم هتديني الاستراتم سباينوزم. هي لير واحده من السيلز؟ لا، ده 4 ل 6 ليرز من البوليهيدرال سيلز او بوليجونال سيلز او الكوبويدال سيلز. السيتوبلازم بتاعنا فيه بروسيسز او سباينز، هذه السباينز بتمثل الديسموسومز. برضه ميتوتيك الاكتف ما زالت عندها القدره على الانقسام، الاقي في بينها وبين بعضها خلايا بسميها اللانجر هان سيل، لكن الاستراتم بيزالس اللي انا لسه شارحها من شويه بلاقي وبين بعضها الخلايا اللي اسمها الميلانوسايت. يبقى انا اتكلمت عن 4 تايبز اوف سيلز دلوقتي، بس التفاصيل جايه بعد. يبقى دي الاستراتم سباينوزم، شايف كما لو كان في سباينز ما بين الخلايا وبعضها، دي اسمها استراتم او استراتم سباينوزم. ادي الخلايا وانا بحضرها في السكشن، شايف هيحصل شرانكن للسيل، فيبان سباينز ما بين الخلايا، بس هي مش سباينز حقيقيه، دي هي عباره عن ديسموسومز. نفس الكلام هنا، اهو ده شايف كما لو كان في سباينز ما بين الخلايا، دي خليه ودي خليه ودي خليه ودي خليه، ودي سباينز ما بين التو سيلز، لكن السباينز دي هي عباره عن ديسموسومز. يبقى اوضح حاجه في الخليه دي هي الميني ديسموسومز، لكن بيبدا يبان فيها جرانيولز. هذه الجرانيولز في طريقها لتكوين الكيراتين جرانيولز، بسميها لاميلر جرانيول. لاميلر يعني لاميل، لاميل يعني طبقات فوق بعضها، يبقى جرانيولز عباره عن طبقات فوق بعضها. حقيقتها ايه؟ عباره عن ايه؟ عباره عن ليبيد ولايبوبروتين. هتطلع بالاكسيتوزيس، يعني الخليه هتطردها لبره. يبقى اذا دي الاستراتم سباينوزم اهي، او السباينس سيل، او الخليه اللي ليها سباينز. موجود فيها ايه؟ موجود فيها لاميلر بوديز او لاميلر جرانيولز، يعني جرانيولز يعني حبيبات. شكلها ايه؟ شكلها ترانشات كده فوق بعضها، بسميها لاميلر جرانيولز. هذه اللاميلر جرانيولز هتتطور في الجرانيولر سيلز اللي هي اللير اللي جايه بعد كده، بسميها الاستراتم جرانيولوزم، وتتحول الى كيراتو هايلاين جرانيولز. يبقى اللي كانت لاميلر جرانيولز في الاستراتم سباينوزم هتتحول نفس الجرانيولز دي، هتتطور طبعا، لان بقول العمليه كلها ديفرنشيشن، تطور، هتتطور الى كيراتو هايلاين جرانيولز. هذه الكيراتو هايلاين جرانيولز بتبقى بيزوفيليك ان نيتشر، عشان كده لو انا فاكر الصوره بتاعتي الاقي الجرانيولر دايما بيزوفيليك. الجرانيولز دي في منها نوعين، في منها ليه سيل ممبرين وفي منها مالوش سيل ممبرين. اللي ليه سيل ممبرين بسميه ممبرينس نون، اللي ليه سيل ممبرين بسميه ممبرينس كوتد جرانيولز، واللي مالوش بسميه نون ممبرينس. لو نبص كده على الصوره بتاعتنا هلاقي فعلا في جرانيولز اهي، كيراتو هايلاين جرانيولز، وفي ليها سيل ممبرين، واللي ليها سيل ممبرين بتروح ناحيه الخليه من بره وتلزق في السيل ممبرين وتطلع السكريشنز بتاعتها لبره، يبقى بتطلع السكريشنز بتاعتها لبره. يبقى انا نجحت في ان انا اطلع الكيراتو هايلاين جرانيولز اللي كانت جوايا، ده الخليه اللي بتتكلم عن نفسها، لبره الخليه، فتفضل تتجمع تتجمع تتجمع، يعمل لي هايلاين لير هنا او كيراتو هايلاين لير هنا بووتر بروف، يعني بتمنع دخول الميه
منها، وبالتالي بتشتغل كبارير. بارير بارير يعني حاجز، حاجز ما بين الانترنال اورجنز اللي جوه دي وما بين الانفايرمنت اللي بره دي، خاصه الميه، واللي هيشيل الميه هيشيل كل ما دون الميه. يبقى اذا الجرانيولار سيل لاير فيها تو تايبس اوف جرانيولز، نوع منهم ليه سيل ممبرين والنوع الثاني ملوش سيل ممبرين. ادي الجرانيولز وهي بيزوفيلك، دي في الجرانيولار سيل لاير، ده طبعا صبغه ثانيه خالص ملهاش دعوه بالهيماتوكسين واليوسين. الاستراتام اليوسيدم، عرفنا الاستراتام اليوسيدم دي عباره عن خليه من غير سيل اورجانيلز، ما فيش فيها سيل اورجانيلز، بتبقى سيك في السيك سكين وسين في السين سكين، فلاتن سيل وزاوت نيوكليا او سيل اورجانيلز، لكن موجود فيها ايه؟ موجود فيها جرانيولز طبعا اللي هي الكيراتين فيلامنتس اللي هي هتبقى بعد شويه كيراتين. لو بشوفها بالالكتروميكروسكوب مش هلاقي فيها حاجه، هلاقي مجرد تو سيمبرينز لازقين فوق بعض. امال فين الاورجانيلز اختفت؟ فين النيوكليس اختفت؟ اختفت غصب عنها يعني ولا مزاجها؟ لا بمزاجها، عشان كده بسميها ابوبتوزيس. ليه؟ البرنامج بتاع الدي ان ايه بتاع النوع ده من الخلايا فيه الحته دي، لما توصلي للمرحله دي لو سمحت يا نيوكليس توكل على الله، لو سمحت يا سيل اورجانيزم ما عندناش محتاجينك، احنا محتاجين التو سيمبرينز يبقوا فوق بعض، وهم باعتبار ان هم اصلا كانوا عاملين سيل جانكشن ومليانين كيراتين، يبقى هيتحولوا هم كمان الى كيراتين، يبقى انا كده حصل كيراتينيزيشن. عشان كده الاستراتام كورنيوم دي عباره عن ايه؟ دي الموست سوبرفيشال لير طبعا، ودي اسيدوفيليك سكيلي لير، ودي عباره عن خلايا ميته ديد نون نيوكليتد كيراتينوسايت. لو اشوفها بالالكتروميكروسكوب مش هشوف حاجه خالص، هشوف ان هي ويفي بالشكل ده. يبقى ده اللي هو رحله السكن. خلصنا السكن تقريبا كده، خلصنا السكن. ادي الرحله مره تانية، ادي الستيم سيل، خلايا عندها القدره الرهيبه على الانقسام وتحافظ على البوبوليشن بتاعتها، عندها سيلف رينيوال، هتبقى موجوده فين؟ موجوده في البيزل سيل لاير برضو. حتى امتى هسميها بيزل سيل لاير؟ لما يحصل ديفرنشيشن ليها علشان تتطور الى استراتم سباينوزم او سباينال سيل، بعدين تتحول لجرانيولار سيل، وبعدين تفرز الكيراتين وتتحول الى كيراتينايزد سيلز. دي الرحله كلها. يبقى اذا احنا خلصنا ايه النهارده؟ خلصنا ايه دلوقتي؟ خلصنا الكيراتينوسايت. يبقى احنا قلنا ان الابيديرمس فيه 4 تايبز اوف سيلز. الخليه الاولانيه اسمها كيراتينوسايت، بتنتظم في كام لير؟ في 4 لير. هل كل لير عباره عن لير واحده من السيلز؟ لا، اللير الاولانيه بس اللي هي الاستراتم بيزلز دي 1 لير اوف سيلز. بعد كده الاستراتم سباينوزم دي عباره عن 4 ل 5 ليرز من السيلز. بعد كده الاستراتم جرانيولوزم دي عباره عن 4 ل 5 ليرز من السيلز. والكلير عباره عن 6 ل 8 ليرز من السيلز. وبعدين اخر حاجه اللي هي الهورن لير، دي ليرز كتيره خالص من السيلز. لما اللي بره يتشال اروح اتوضى، لما توضى كده الكيراتين بيمشي معاي، لا قدر الله استحميت الكيراتين هيمشي معاك. الكيراتين لما يمشي السيلز هيحصل لها تطور من اول الجرمناتيفيوم لحد الكيراتينايز. ليه؟ امال ايه الميلانوسايت دي؟ الميلانوسايت دي خليه قاعده حشره نفسها ما بين البيزل سيل لير او الاستراتم سباينوز، قاعده كده علشان تفرز الميلانين بيجمنت. الميلانين بيجمنت اللي هيدي السكين اللون بتاعه، يعني هي اللي بتدي اللون للسكين. ايوه، ازاي؟ بتصنع الميلانين. طب وهي يعني هي اللونها هو لون السكين؟ لا طبعا ما هوش لونها. ليه؟ هنعرف دلوقتي. يبقى هي عباره عن راوند سيل قاعده كده، وبعدين طالع منها بروسيسز كتيره، يعني تخيل دراعي ده كله خليه واحده، طالع منها في الاخر صابع، لا وطالع صابع كده وصابع كده وصابع كده، ما بين الصوابع دي موجود الكيراتينوسايت. يبقى هي ليها لونج سيتوبلازميك بروسيسز بتمشي ما بين الكيراتينوسايت. بالهيماتوكسين واليوسين ما بتبانش خالص بالهيماتوكسيلين واليوسين. انا ما بشوفش بالهيماتوكسيلين واليوسين غير الكيراتينوسايت. يبقى اذا الخليه دي بسميها الخليه الاخطبوطيه، دي الاخطبوط الكبير ده بسميه الميلانوسايت. الميلانوسايت طالع منه بروسيسز ما بين الكيراتينوسايت. بتعمل ايه بقى الميلانوسايت دي؟ الميلانوسايت دي بتفرز حاجه اسمها الميلانين. الميلانين ده عباره عن بروتين، البروتين ده بيطلع في صوره سكريشن، السكريشن دي بسميها ميلانين جرانيولز او ميلانوسومز. هذه الميلانين جرانيولز بتلاقي الكيراتينوسايت، فاكرين الكيراتينوسايت؟ ايا كانت اللير ماليش دعوه باسم اللير بقى دلوقتي، كل الكيراتينوسايت 3 بتلاقي الميلانين بينها وبين بعضها. مين اللي حقنوا بينها وبينها وبين بين السيلز وبعضها؟ اللي حقنوا مين؟ الميلانوسايت. تعمل ايه الكيراتينوسايت؟ تقوم واخداه جواها، واخده ايه؟ واخده الميلانين جرانيولز دي جوه الكيراتينوسايت. طب هي اللي صنعتها؟ لا ما هيش هي اللي مصنعاها، امال مين اللي مصنع الميلانين؟ الميلانوسايت. طب في غياب الميلانوسايت مفيش ميلانين خالص.
طب باظت الميلانوسايت؟ ما فيش ميلانين خالص. طب بقت هايبر اكتيف هيبقى لوني اسود او بشرتي لونها سوداء، طب بقت هايبو اكتيف هتبقى بشرتي لونها ابيض، وهكذا. يبقى اذا الميلانوسايت هي اللي بتحدد لون السكن، لكن اللي بيعمل لي لون السكن هو الكيراتينوسايت لما تاخد الميلانين جواها، عشان كده ابقى ضامن ان كل السيلز بتاعتي تاخد نفس اللون. زي ما انت شايف الميلانوسايت طلع منها بروسيسز مليانه ميلانين جرانيولز، هذه الميلانين جرانيولز بتطلع ما بين السيلز، يعني بتطلع من الخليه دي وتقع ما بين السيلز دي، والخليه دي بتاخدها جواها بعمليه بنسميها الفاجوسايتوز. دي الميلانوسايت. طب ايه اللي بيحدد اللون للسكن؟ هنقرا الباراجراف ده علشان نعرف مع بعض ايه اللي بيحدد لون للسكن، ونشوف الخطين الاحمر دول هم اللي هيقولوا لنا الحكايه كلها. بالالكترون مايكروسكوب، ما هي الخلايا دي بتصنع بروتين، خلاص يبقى هي فيها البروتين سينثيزنج سيل زي ما هناخدها ان شاء الله في البريلاب، وهتقول لنا عليه الدكتوره في البريلاب بتاعنا، ونشوف يعني ايه بروتين سينثيزنج سيل. مفيش هنا ديسموسوم ما بين الميلانوسايت وما بين الخلايا اللي جنبها، لان هي مش تبع الابيديرمس اصلا، دي خلايا حشره نفسها كده علشان تصنع لنا الميلانين. الخليه اللي اسمها الميلانوسايت بالكيراتينوسايت اللي بتاخد منها الميلانين كلهم كده مع بعض بسميهم ايه؟ بسميهم ابيديرمال ميلانين يونت. يبقى انا ممكن اطلع الابيديرمال ميلانين يونت لما اطلع الميلانوسايت بالخلايا اللي تستفاد منها، الاقي مجموعه كده من الخلايا من الكيراتينوسايت بتستفاد من الميلانوسايت دي، وجنب الميلانوسايت تانية عليها مجموعة من الكيراتينوسايت اسميها ايه؟ اسميها ابيديرمال ميلانين يونت. يبقى يونت جنب يونت جنب يونت جنب يونت يتكون السكن. الفانكشن بتاعت الميلانوسايت ايه؟ طبعا سينس اوف ميلانين وتحديد لون السكن. ادي الميلانوسايت مرة تانية وتالتة ورابعة. الميكانيزم اوف ميلانين فورميشن هو الميكانيزم اوف بروتين سينسز، لكن يهمني يفيد انك تعرف حاجه واحده بس، وجود التيروزين. وجود التيروزين هو اللي بيصنع لي الميلانين في الحكايه كلها. اهو التيروزين اهو، عندي انزيم اسمه تيروزينيز انزيم بيحول التيروزين لدوبه، والدوبه دي طبعا اختصار طويل، هذه الدوبه هتتحول الى ايه في النهايه؟ الى ميلانين. هي دي الفكره كلها. وبالتالي لو انا عايز اشوف السكين بتاعي ده في ميلانوسايت ولا ما فيش فيه ميلانوسايت، اكشف فيه عن الدوبه. لما اكشف فيه عن الدوبه بسمي الرياكشن ده دوبه رياكشن. يبقى لو السكين اداني بوزيتيف دوبه رياكشن يبقى عنده ميلانوسايت، لو ما ادانيش يبقى ما عندوش ميلانوسايت. عايزك تفرق ما بين الميلانوسايت والميلانوفورز. الميلانوسايت دي موجوده في الابيديرمس، الميلانوفورز دي موجوده في الديرمس، دي في الكونكتيف تيشو. ليه؟ ربما يقع شويه ميلانين من البيزمنت تيمبرين، مين يخلصني منهم؟ خليه من الفاجوسيتك سيل بسميها الميلانوفور. يبقى الميلانوفور دي عباره عن فاجوسيتك سيل موجوده فين؟ موجوده في الكونكتيف تيشو اللي انا مسميه ايه؟ اللي انا مسميه ديرمس. طب هل ممكن يديني دوبا رياكشن؟ لا، ما ينفعش يديني دوبا رياكشن لان ما فيش فيه تايروزينيز انزيم، وبالتالي ما فيش فيه تايروزين. امال هي بتعمل ايه؟ بتاكل الاكسس ميلانين. يبقى احنا كده خلصنا الكيراتينوسايت وخلصنا الميلانوسايت. امال ايه اللانجر هانسل؟ اللانجر هانسل دي خليه عضو في منظمه دوليه منتشره في كل جسمها بسميها المونوسايت فاجوسيتك سيستم. هذا المونوسايت فاجوسيتك سيستم ليه اورجن واحد اللي هو البون مارو، بيطلع من البون مارو. فاكرين البون مارو؟ جبنا سيره البون مارو اللي هو النخاع العظمي، في خليه اسمها المونوسايت موجوده في البلاد برضو. المونوسايت دي، هذه المونوسايت بتتطور لانواع معينه من الخليه بسميها المونوسايت فاجوسيتك سيستم. هذا المونوسايت فاجوسيتك سيستم عامل زي المخابرات، منتشر كده في كل الجسم، لاقي حاجه غريبه يبدا يتعرف عليه، بس بياخد اسامي حركيه حسب المكان اللي هو قاعد فيه. يبقى دي ميزو ديرمال اوريجين، يعني مش تبعنا خالص، لكن هي جايه حشره نفسها كده كمخبر للاميون سيستم، وتنتشر ما بين الاستراتم اسباينوزم. اللانجر هانسين ما اقدرش اشوفها بالهيماتوكسين ويوسين، ده خليه مخابراتيه فظيعه. لكن لو انا اضحك عليها واديها سوبرا فايتالستين بتخرج طعم، وابدا اشوف الخليه دي بوضوح. طبعا لها سيل بروسيسز منتشره في كل حته زيها زي اي مخابرات، هي دي اللانجر هانسيل اللي ما اقدرش اشوفها، ودي برضو هي اللانجر هانسيل اللي عامله زي النجمه دي، طالع منها سيل بروسيسز منتشره ما بين الكيراتينوسايت. الفانكشن بتاعتها ايه؟ انجين بريزنتنج سيل، هي دي اللانجر هانسيل ماسك الانجين من قفاه علشان تعرفه على مين؟ على الليمفوسايت، على الاميون سيستم. تقول بص شفت انا مسكت لك ايه؟ هو ده
الغريب اللي دخل عن طريق السكين المتصور ان مفيش بين الكيراتينوسايت خلايا متخصصه في التعرف عليه. لا ده احنا عادين له اللي هي مين اللي تقول اللانجرهان سيل. مين طبعا الخواجه اللانجرهان ده من الدكاتره العظيمه اللي حطت بصمات كتيره في الساينس. يبقى ده بسميها انتجين بريزنتنج سيل، يعني بتاخد الانتجين وتعمل له بريزنتيشن. اتفضل يا اميون سيستم اتعرف على الانتجين ده. طب هل هي لوحدها؟ لان قلت لكم ده عضو في منظمه دوليه. في الليفر بسميها كفر سيل، اهي كفر سيل اختها بالظبط بس قاعده في الليفر في الكبد يعني. اختها قاعده في اللنج بسميها داست سيل، داست سيل يعني تاخد الداست اللي انا بتنفسه. في اختها كمان قاعده في البون بسميها اوستيوكلاست، خليه اكله البون بسميها الاوستيوكلاست، هي دي الاوستيوكلاست بتخلصني من البون لما احتاج الكالسيوم. دي بسميها المونونيوكليار فاجوسيستيك سيستم او الام بي اس، ده الاسم الحركي للمونونيوكليار فاجوسيستيك سيستم زي السي اي اي كده. في الليفر بسميها كفر سيل، في اللنج بسميها داست سيل، في السبلين بسميها ريد بالب سيل او دندريتك سيل، في البون بسميها اوستيوكلاست، في الكونكتيف تيشو اللي هو في الدرمس يعني بسميها ماكروفاج. في السي ان اس يا راجل وصلت السي ان اس، تخطت كل الحواجز علشان توصل للسي ان اس وسميها مايكروغلاي. قد ايه انت عظيم يا مونونيوكليار فاجوسيتيك سيست. يبقى دي اللانجرهان سيل. اخر خليه هتقابلني هي الميركل سيل. في السكين برضو؟ ايوه في السكين برضو. في الابيديرمس برضو؟ ايوه في الابيديرمس برضو. الفانكشن بتاعتها ايه؟ بتشتغل ريسبتور. يبقى هي ابيثيليال سيل بتشتغل ريسبتور. نيورو ابيثيليوم يا ابيثيليوم، ده مش وظيفتك معلش، بس انا هنا مهم جدا ان انا انقل لك التاتش سنسيشن. هي دي اللي بسميها الميركل سيل. يبقى السكين بيتكون من طبقتين، ابيديرمس اتكلمنا عنه بالتفصيل، والديرمس اللي هو عباره عن تو ليرز. اللير الاولانيه اللي هي الديرما البابيلي دي، واللي تحت اللي بسميه الريتيكولار لير. يبقى البابيلي دي لير لوحدها لان هي بتحدد لي الفينجر برينتس او الدرماتوجلايفكس، واللير اللي تحت اللي هي يونيفرسال في كل السكين بسميها الديب ريتيكولار لير. نقرا الكلمتين دول ونعرف ايه اللي فيهم، يبقى احنا كده خلصنا تقريبا السكين. عندي نوعين من السكين، في السين سكين وفي السيك سكين. السيك سكين اللي هو البالم اوف ذا هاند، يبقى لما احط ايدي كده هنا الاقي ده السكين ده نوعه ايه؟ نوعه سيك سكين طبعا لان انا بستخدم ايدي بشكل رهيب. وبرده نفس الكلام في السول اوف ذا فوت، لكن ما دون ذلك يعني اللي هنا ده بسميه سين سكين. يبقى هنا سين سكين وهنا سيك سكين. السيك سكين كفر البالم اوف ذا هاند والسول اوف ذا فوت بس، بطن رجلي من تحت وبطن ايدي من جوه. يبقى دول بسميهم ايه؟ بسميهم سيك سكين. بيتميز بايه السيك سكين؟ انت لو بصيت لايدك هتعرف مفيش هير، عمرك ما تلاقي ايدك فيها هير. مفيش سبيشس جلاند، ما لاقيهاش دهنيه، لكن الاقي فيها سويتنج كتير. ليه؟ لان موجود فيها مين سويت جلاندز. السين سكين طبعا على النقيض الاقي فيه هير، الاقي فيه طبعا ده سن لدرجه انهم مبين لي هنا الفين. الفين هنا باين من كتر ما هو سين، لكن هنا سيك سكين يا دوب مبين لي البلاد كابيلاري. ده طبعا سيك سكين، طالما فيه هير يبقى موجود سيك سكين. طب ده سيك سكين ولا سين سكين؟ طب ده سيك سكين ولا سين سكين؟ طبعا ده ثيك سكين. شايف الابيديرمس هنا وشايف الابيديرمس هنا، مين فيهم اكتر؟ طبعا ما اقدرش احكم، لكن اكشوالي هنا هو اكتر. ما اقدرش احكم ليه؟ لان ممكن يبقى الماجنيفيكيشن هنا غير الماجنيفيكيشن هنا. لكن لو ابص على الابيديرمس هنا هلاقيه فيري سيك. الابيديرمس هنا فيري سين. الابيديرمس هنا اللي هو في السين سكين الاقي فيه هير فوليكل طبعا، لان فيه هير. هنا ما الاقيش فيه هنا هير فوليكل. طالما فيه هير فوليكل يبقى فيه يبقى فيه غدد دهنيه بسميها سيبيشيس جلاند. هنا مش هلاقي سيبيشيس جلاند. دي البالم اوف ذا هاند ودي السول اوف ذا فوت. تيجي نلخص الكلمتين، عندي الابيديرمس والهايب والديرمس. الابيديرمس فيه فور تايبز اوف سيلز، كيراتينوسايت، ميلانوسايت، لانجرهان سيل، ميركل سيل. قد ايه انت سهل يا سكن. لو نبص على الفانكشن بتاعتهم هنلاقي الكيراتينوسايت فكرتها ان هي تصنع كيراتين، الميلانوسايت تعمل الكلر، اللانجرهان سيل بتشترك في الاميونيتي، الميركل سيل بتشتغل في السنسيشن. حاجه تاني؟ مفيش حاجه تاني خالص غير ان احنا قلنا ان الكيراتينوسايت دي عباره عن كام لير؟ عباره عن 5 ليرز. بيزل لير، جرانيولر لير، بريكتس لير، كلير لير، واخر حاجه هورني لير. يبقى ده اللي هو الكيراتينوسايت صنعت لي السكن وحشرت لي ما بينها الثري تايبز اوف السيلز اللي لسه متكلمين عليهم. الفرق ما بين السين سكن والسيك سكن ده طبعا هنحفظه، مهم جدا. وطبعا اعضاء الفريق القومي اللي قلت لكم او اعضاء
المنظومة الدولية اللي قلت لكم عليها مهمة قوي قوي ان انا اعرف اسمها ايه، لان ده ايتم لوحده في الاوبجكتيفز بتاعتنا. الكلينيكال كورليشن نقدر نستفاد من المحاضره دي كلها فايده، المحاضره بتاعتنا دي النهارده كلها فايده، وكان احنا خلصنا الجلديه اصلا، لان دكتور الجلديه ما هو الا عدسه، طبعا ما فيش لا سماع ولا كلام، من هو عدسه ومرهمين. احنا كده خلصنا العدسه، لسه باقي ايه؟ المرهمين. يبقى انت كده بقيت دكتور جلديه زي الفل. الكلينيكال كورليشن بتاعنا بنقول اليو في التعرض لضوء الشمس بيعمل داركن، صح، بيخليني اسمر. لما تروح او تروحي على الشط شويه وتقعد شويه على البحر بتلاقي البشره بتاعتك اسمرت. ليه؟ لان اليو في او الالترا فايلت ريز اللي موجوده في السان لايت، اللي موجوده في الضوء بتاعنا العادي خالص، بتبدا تاثر على التيروزينيز سينسز وتعمل له ستيميليشن، فيؤدي الى ميلانين برودكشن، يبقى يحصل لون غامق. بس خلي بالك الناس اللي بيروحوا يقعدوا على البحر عشان يعملوا تانينج او البشره البرونزيه، يعني يحصلوا على البشره البرونزيه، خلي بالك الموضوع ده كان بقول ان هو امن جدا، لكن النهارده بنقول ان الموضوع ده مش امن ولا حاجه، لان انا عندي نوعين من اليو في، في اليو في بي وفي اليو في اي. اليو في اي اللي بتعمل التانينج دي ليها قدره على ان هي تدخل لي السكين بتاعي في ميوتيشن وتؤدي في النهايه الى كانسر. الاريسون ديزيز، الاريسون ديزيز ده نتيجه نقص الكورتيزون، افراز الكورتيزون بشكل طبيعي، فبيزيد عنده هرمون تاني اسمه الاي سي تي اتش. هذا الاي سي تي اتش له القدره على الميلانوسايت، بيخليها تعمل بيجمنتيشن للسكن. دي صوره نفس الشخص ده قبل ما يجي له اريسون ديزيز، وده بعد الاريسون ديزيز حصل بيجمنتيشن. ايه سر البيجمنتيشن؟ وجود الاي سي تي اتش اللي بيطلع من البيتويتري جلاند. ده واحد البونيزم. يعني ايه البونيزم؟ يعني ما عندوش ميلانين خالص في اي مكان، وبالتالي بيبقى عدو الشمس او الاهمق. هذا الغياب نتيجة غياب التيروزينيز سينسز، يبقى اذا الميلانوسايت هنا هتفشل في تصنيع التيروزينيز. لكن البنوتة دي عندها حاجة اسمها فريكلز، ودي خاصة بنوع من السكين بنسميه فير سكين او فير سكيند انديفيدجوالز. في الفير سكيند انديفيدجوالز بتبدا تظهر البطع اللي احنا شايفينها دي، هذه البطع بتزيد جدا مع الشمس. ليه؟ اللي يقرا الباراجراف هيعرف التفاصيل. الورتس والحاجه بتقابلنا كتير في حياتنا، الورتس دي عباره عن ايه؟ عباره عن بابيلوما فيروس. يعني ايه بابيلوما فيروس؟ يعني حصل هنا فيرال انفكشن، عمل ستيميوليشن في المكان ده او في الجزئيه دي او في الحته دي للجيرمال سيلير، فبدا يحصل سيل ديفيجن كتير، ادت في الاخر الى ما يشبه التيوب. دلوقتي هناخد كام سؤال ام سي كيو. لو ما عرفتش تجاوب دي الاجابات، في النهايه بشكركم جدا جدا، ويا رب المحاضره تكون مفيده، ونتقابل ان شاء الله في محاضره جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.